تستمر فعاليات مهرجان صيف البحرين للألعاب في مركز البحرين العالمي للمعارض والذي أطلقته هيئة البحرين للسياحة والمعارض. نعم، يأتي هذا الحدث الترفيهي ضمن فعاليات مهرجان صيف البحرين 2024 وبشراكة استراتيجية مع مسرح الدانة وبالتعاون مع سبيس تون وبرعاية بنك البحرين الوطني. قد قامت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر السيرفي وزيرة السياحة بزيارة المهرجان مع السيد عثمان أحمد الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني، حيث أكدت سعادتها أن مهرجان صيف البحرين للألعاب يعد الأول من نوعه على مستوى مملكة البحرين، ويتضمن العديد من الفعاليات والبرامج الترفيهية والتفاعلية التي تلبي مختلف الاهتمامات، حيث يستضيف المهرجان 25 علامة تجارية عالمية لأبرز الشخصيات المحببة لدى الأطفال، بالإضافة إلى عشرات العروض المسرحية العالمية التي تستهدف المختلفة الفئات العمرية. طبعا احنا اليوم متواجدين في مركز البحرين العالمي للمعارض وتحديدا في مهرجان صيف البحرين للألعاب. نشوف ان القابلية لهذه المهرجان والمردود اللي احنا شفناه عبر الأيام الأخيرة مردود جدا إيجابي، ونسبة توافد الزوار من داخل مملكة البحرين وخارج مملكة البحرين كبير جدا. طبعا احنا لما أطلقنا هذا المهرجان أطلقناه ضمن مهرجان عام اللي هو صيف البحرين بشكل عام، وطبعا هناك شراكات استراتيجية لإطلاق هذا المهرجان تم إطلاقه بالتعاون استراتيجي مع مسرح الدانة وأيضا مع بنك البحرين الوطني. نرى أيضا أن هناك زوار يتوافدون من خارج مملكة البحرين. طبعا إحنا في مهرجان صيف البحرين تم إطلاق حزمة من البرامج السياحية بالتعاون مع القطاع الخاص، تم إطلاق برامج مع المكاتب السياحية في مملكة البحرين لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الزوار في دول مجلس التعاون، وأيضا تم التعاون مع الفنادق والمنتجعات السياحية في مملكة البحرين. مشاركة بنك البحرين الوطني ما كانت فقط مشاركة مادية، كانت أكثر من ذلك. الحمد لله تيسرت الأمور وكان في انسجام وتعاون جدا مثمر بين الفريقين، واشتغلنا مع بعض، طلعنا بأفكار جدا جميلة حق الموسم، وإن شاء الله يعني هذه الفعالية تستمر بشكل سنوي، وترقبونا إن شاء الله في فعاليات أكثر خلال موسم الصيف. ودائماً إحنا يعني في بنك البحرين الوطني نحب ندعم هذه النوع من المبادرات والفعاليات والمشاريع اللي لها مردود على المسؤولية الاجتماعية والشباب. إحنا اليوم يعني خلقنا اسمه يقولون سياحة داخلية في المملكة، يعني الشيء المتعارف علينا خلال موسم الصيف يعني الناس كلها تسافر، فإحنا خلقنا أجواء ترفيهية حق العوائل والأطفال نغير نجاوب في البحرين.